السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن تخفيضات السيارة سكودا كودياك موديل 2020 اللي وصلت ل 40,000 جنيه على جميع فئاتها. الفيديو ده هو واحد من سلسلة فيديوهات بتكلم فيهم عن تخفيض جميع السيارات في مصر من 2019 لحد وقتنا هذا. كل عربية ليها فيديو مخصوص شارح فيه التخفيض بتاعها نزل قد إيه، وهل هي منافس قوي ولا اتحولت من الفئة السعرية دي وراحت لفئة سعرية تانية، وهل التخفيض ده تخفيض وهمي ولا تخفيض محترم، والتخفيض ده هل الشركة اللي بتخفض رفعت السعر ورجعت خفضته تاني زي ما بيحصل في الأوكازيونات. كل ده هتلاقيه في سلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. قبل ما تخش تشتري عربية وتاخد القرار ده لازم تخش تشوف العربية دي الشركة خفضتها فعلا ولا تخفضها وهمي، وتعرف باقي المنافسين في نفس الفئة السعرية وهل هي أفضل ولا في افضل منها. وطبعا اي حد بيسالني على ميعاد الشراء بقول له انتظر، الفتره اللي احنا فيها حاليا هي فتره غير مستقره وفي نزول كبير في الاسعار ولسه في نزول تاني كبير ان شاء الله. لو معاك فلوس محيرينك اقفل عليهم كويس علشان ايدك ما تروح لهمش، وامسك نفسك ومفيش شراء دلوقتي. الانتظار افضل من ان انت تلاقي العربيه اللي اشتريتها النهارده بكره ثمنها نازل 40-50 الف جنيه، ودي حاجه بتزعل طبعا. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا جديدة. نبدأ على بركة الله. سكودا كودياك من أقوى سيارات سكودا المتوفرة في الأسواق المصرية لأنها عربية كروسوفر متواجدة في فئة سعرية مرتفعة. الفترة اللي فاتت ومن بداية 2020 كتير من شركات السيارات عملت تخفيضات قوية على عربياتها. النهاردة هنتفرج على تخفيض سكودا كودياك 2020 اللي بتنضم لموجة التخفيضات القوية. شفنا تخفيضات على تويوتا كرولا وفيات تيبو ونسان سنترا وكتير من الشركات التانية. مؤخرا سكودا كودياك ما كانتش موجودة في مكانها المناسب، والقيمة ما كانتش جيدة مقابل السعر، وكانت بتنافس عربيات زي الدي اس 7 موديل 2020 والبيجو 5008 وعربيات تانية. كودياك من العربيات القوية لكنها كانت محتاجة تخفيض في السعر علشان تتمكن من المنافسة بشكل أقوى، وبالفعل تم تخفيض أسعار جميع فئات كودياك بشكل رسمي. التخفيض مش الأقوى بالشكل اللي بيحطها في فئة سعرية مختلفة أو بيخليها تنافس عربيات مختلفة، لكن التخفيض بيخليها تتقدم على باقي المنافسين إلى حد ما، وهتبقى مدية قيمة أفضل مقابل السعر. العربية نازلة بتخفيضات بقيمة 40,000 جنيه، والتخفيض تم على جميع فئاتها من الفئة الأولى لحد الفئة الأخيرة اللي هي الرابعة. وانتظر بالفعل كتير من الناس تخفيضات العربية دي بسبب إنها بتقدم مواصفات عالية جدا مقابل السعر، وفي خيارات كتير جدا من السيارات بنفس سعرها لكن بقيمة أعلى. العربية الفئة الأولى بتاعتها نزلت بسعر 550,000 جنيه بدل من 580,000، الفئة الثانية 590,000 بدل من 620,000، الفئة الثالثة نازلة بسعر 670,000 بدل من 710,000، الفئة الرابعة سعرها 710,000 جنيه، دي فئة جديدة. الفئة الخامسة نزل سعرها ل 750,000 جنيه بدل من 760,000 جنيه، وتم إضافة فئة جديدة للعربية باسم ستايل وهي نازلة بسعر 710,000 جنيه عشان تكون مكان الفئة الثالثة قبل التخفيض. والفئة الخامسة والأخيرة السبورت لاين من العربية نازلة بسعر 750,000 بدل 760,000 بتخفيض 10,000 جنيه بس. الفرق بين الفئات دي، الفئة الأولى الأكتيف فيها جنوط وكاميرا خلفية، الفرش بتاعها قماش، فيها أنظمة الفرامل ABS EBD ESB، فيها وسائد هوائية، نازلة ب 550,000. الفئة الثانية نازلة تحت اسم دايناميك، فيها كل الكماليات اللي فاتت زيادة عليهم فتحة سقف بانوراما ومثبت سرعة وجي بي اس وحساسات أمامية، ودي نازلة ب 590,000. الفئة الثالثة الامبيشن فيها كل الكماليات اللي قلنا عليها وزيادة عليهم فرش جلد ونظام ذكي لركن السيارة وسبويلر خلفي بدال شفتات نظام ثبات إلكتروني، ونازلة ب 670,000. الفئة الرابعة الستايل نازلة ب 710,000. الفئة الخامسة السبورت نازلة ب 750,000 جنيه. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.